السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء، مرحبا بكم في دروس التعلم عن بعد في مادة اللغة العربية لغتنا الجميلة، ونحن على موعد مع الجزء الثاني من قصة في حديقة الحي للصف الثاني الابتدائي، الوحدة الأولى، عنوان الوحدة أخلاقي. هيا بنا أبنائي نذكر أنفسنا ببعض القوانين الصفية المهمة. اجلس في صفك جلسة صحيحة، أنصت للمعلم في انتباه، ارفع يدك إذا أردت أن تجيب أو تتكلم، احترم الآخرين داخل وخارج المدرسة، لا تؤذي أحدا من زملائك في المدرسة وخارج المدرسة. أحسنتم، جزاكم الله خيرا أبنائي. والآن حتى نتابع الحصة أبنائي بشكل صحيح، يجب علينا أن نحضر، أحسنتم، الكتاب المدرسي، أيضا الدفتر الذي سنكتب فيه. وبما نكتب أبنائي؟ ممتازون، إنه القلم، بارك الله فيكم. هيا بنا أبنائي نبدأ. أحسنتم. إذن ما هي أهداف هذا الدرس؟ يتوقع منك أيها الطالب في نهاية هذا الدرس أن تقرأ القصة قراءة جهرية صحيحة ومعبرة، أحسنتم، أن تفسر المعاني تفسيرا واضحا، أيضا أن تحدد معلومات في النص بشكل صحيح. هيا بنا ولننظر إلى هذه الصورة، ماذا ترى؟ ونذكر أنفسنا بالجزء الماضي، أحسنتم، نرى، ممتازون، أم سلمى، ونرى سلمى، أحسنتم، ونرى زميلتها هدى، أحسنتم. في أي مكان يوجد هؤلاء؟ رائعون أبنائي، إنهم في الحديقة، في حديقة الحي. إذن ماذا تشاهد في الصورة؟ أشاهد، أحسنتم، شخصيات القصة، أم سلمى، سلمى، هدى، أحسنتم. اذكر اسم حديقة ذهبت إليها بني، أحسنت، حديقة أسباير، حديقة الهتمي، حديقة أم صلال، إلى غيرها الكثير من الحدائق، بارك الله فيكم. هل تحب الذهاب إلى الحديقة؟ أحسنت، نعم. لماذا يا بني؟ حتى أستمتع بالإجازة وألعب وأمرح مع أصدقائي وأصحابي، بارك الله فيكم. ما هي آخر مرة ذهبت فيها إلى الحديقة؟ رائع، يوم الجمعة الماضي، أحسنت. إذن أبنائي في الصفحة 28 في الكتاب الذي بين يديك، ننظر لعنوان الدرس، في حديقة الحي، والصورة هي الصورة تعبر عن أحداث القصة. ماذا تفعل سلمى؟ أحسنتم، إنها تمرح. ماذا تريد الأم؟ تنادي على سلمى، أحسنتم. ماذا تقول هدى لسلمى؟ أحسنتم، تقول لها انتبهي لنداء أمك، إنها الأم يجب طاعتها. لكن هل سلمى انتبهت؟ انتبهت، بل هي مشغولة باللعب لا ترد، أحسنتم، بارك الله فيكم أبنائي. وقبل القراءة الجهرية ينبغي علينا أن نتعرف أبنائي على معايير القراءة الجهرية. وما معنى الجهرية؟ أي بصوت مرتفع، أحسنتم. ما هي هذه المعايير؟ أن يكون الصوت واضحاً ومخارج الحروف واضحة أيضا أثناء القراءة، أحسنتم، رائعون. أيضا أن نراعي علامات الترقيم عند الابتداء والوقف والانتهاء، أحسنتم، حتى تكون القراءة، بارك الله فيكم، معبرة وصحيحة. أيضا أن نعبر عن المعنى أثناء القراءة، أي تخرج القراءة منا ونحن نعبر عن معناها، بارك الله فيكم أولاد. إذن هؤلاء الطلاب ينتظرون القراءة الجهرية، أحسنتم. إذن
يقرأ الطالب النص قراءة جهرية معبرة وصحيحة. هيا بنا أبنائي القراءة الجهرية، استمعوا معي. في حديقة الحي. ذهبت سلمى مع والدتها إلى حديقة الحي، وأخذت تلعب مع صديقتها هدى. وبعد قليل نادت أم سلمى: سلمى سلمى تعالي. نظرت سلمى إلى أمها واستمرت باللعب. تعجبت هدى وقالت: أمك تناديك وعليك طاعتها واحترامها. ردت سلمى: أنا مشغولة باللعب. ردت سلمى: أنا مشغولة باللعب. قالت هدى: تعلمنا في المدرسة أن طاعة الوالدين سبب لدخول الجنة. هل هذا فقط؟ طاعة الوالدين سبب لدخول الجنة ونيل رضا الله تعالى، وأن الإسلام أمرنا بطاعتهما والإحسان إليهما. شعرت سلمى بالخجل لأنها تجاهلت نداء أمها وأسرعت تعتذر إليها، ثم عادت ومعها حلوى اللقيمات. فرحت الفتاتان. من هما؟ سلمى وهدى، أحسنتم. وتابعتا اللعب. بارك الله فيكم أبنائي. ولننظر، اقرأوا هذه العبارة. تعجبت هدى وقالت: أمك تناديك. ما هي الكلمة التي عليها دائرة؟ كلمة تعجبت. ماذا نريد منها؟ أحسنتم، نريد مرادف هذه الكلمة، أي معناها. تعجبت وهكذا فعلت. ماذا يعني؟ أحسنتم، اندهشت. رائعون أبنائي. ولننظر إلى الكلمة الثانية. نقرأ الجملة أولا. أحسنتم، فرحت الفتاتان وتابعتا اللعب. أسمع من يقول إنها آخر عبارة في النص أو في القصة. أحسنتم، ما هي الكلمة المقصودة هنا؟ بارك الله فيكم، هي كلمة فرحت التي وضع تحتها خط. ماذا نريد منها؟ نريد مضادة. ما المقصود بالمضادة أبنائي؟ أحسنت، إنه عكس المعنى. ما هو؟ أنا الآن فرح وسعيد أضحك، لكن الآن؟ أحسنت، حزنت. رائعون، إذا مضاد فرحت حزنت. بارك الله فيك بني. نقرأ الجملة هذه أيضا. في حديقة الحي. ما هي الكلمة التي وضعت عليها أو حولها دائرة؟ أحسنتم، كلمة حديقة. ماذا نريد منها؟ نريد جمع هذه الكلمة. حديقة وحديقة وحديقة وحديقة، ما جمعها؟ أحسنت، حدائق. بارك الله فيك. حدائق هي جمع لكلمة حديقة. ولننظر أبنائي إلى هذا الرجل. إنه ممتاز، إنه ساعي البريد. ساعي البريد أتى لنا أبنائي بمجموعة من الرسائل، وفي كل رسالة يريد منا طلب نجيب عنه. هذه هي الرسالة الأولى. نقرأ الرسالة. أين ذهبت سلمى مع والدتها؟ أحسن، إلى حديقة الحي. ذهبت سلمى مع والدتها إلى حديقة الحي. بارك الله فيك. الرسالة الثانية، في هذا الظرف الأصفر. ما الذي تعلمته هدى في المدرسة؟ عندما قالت تعلمنا في المدرسة يا سلمى. أحسنتم، أن طاعة الوالدين رائعون، سبب في دخول الجنة ونيل رضا الله سبحانه وتعالى. أحسنتم، تعلمنا في المدرسة أن طاعة الوالدين سبب في دخول أو لدخول الجنة ونيل رضا الله تعالى. بارك الله فيكم. الرسالة الثالثة أبنائي، هيا بنا. الرسالة، الظرف باللون، هذا اللون الجميل، رائع. ماذا تقول هذه الرسالة؟ لماذا لم تستجب سلمى لنداء أمها؟
هل يا ترى ماذا كانت تفعل سلمى حتى أنها لم ترد على أمها؟ أحسنتم، مشغولة باللعب، بارك الله فيكم، مشغولة باللعب فلم ترد على أمها. أحسنتم أبنائي. الرسالة التالية، الظرف باللون الأزرق، ماذا تفعل إذا سمعت، ماذا تفعل إذا سمعت نداء أحد والديك؟ ماذا تفعل؟ فكر معي، ماذا تفعل؟ أحسن، تلبي وتسرع للتلبية والنداء. نعم يا أبي، نعم يا أبي ماذا تريد؟ نعم يا أمي ماذا تريدي؟ إذا أنا لو سمعت نداء أحد والدي سأترك كل ما أفعل. أحسنتم، وأذهب مسرعا إليهم، لأن الله أمرنا بطاعة الوالدين واحترامهما. بارك الله فيكم أبنائي. إذا في نهاية هذا الدرس نكون قد تعلمنا قراءة القصة قراءة صحيحة ومعبرة، أيضا تعلمنا تفسير بعض الكلمات من ناحية المرادف والمضاد والجمع، بارك الله فيكم. أيضا حددنا معلومات من النص بشكل صحيح. وبنهاية هذا الجزء، الجزء الثاني، نكون أبنائي قد انتهينا من قصة أو درس في حديقة الحي، وإلى اللقاء في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.